صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. هذه الآيات الكريمة جاءت في معرض تقرير العباد بنعم الله عز وجل. غالبا الإنسان ينسى النعمة اللي هو بها على الأكثر، خصوص إذا كان مغمور دائما بالنعمة ما يشعر بها، لأن يقولون النعمة لا تعد حتى تفقد، والإنسان ما زال غارق بالنعمة ما يعرف أهميتها قيمتها. ولهذا اكو مثل يضربوه دائما، يقولون ان السمك يسأل يقول اكو شيء اسمه ماء، وين هذا الماء؟ هذا من قد ما غارق بالماء ما يتصور. الانسان لما يكون غارق بنعم الله عز وجل ما يشعر بها. الآية تجي احيانا تريد تربي الانسان. شلون تربي؟ قطعا تضع اليد على موطن الشكر في داخله، لأن الإنسان أكو في داخله نوعين من الاستعداد. أكو نوع من الاستعداد في داخله للسمو للارتفاع، استعداد لأن يكون طاهرا، لأن يكون طيبا، لأن يكون مستجيبا، يكون إنسان شوي يشكر ربه. وأكو استعداد في داخله بالعكس للانحراف وللابتعاد وللتمرد على طاعة الله. في الآية الكريمة تريد تربيه، تضع اليد على موطن الشكر في نفسه، لأن الحاجات الأساسية عندنا اللي يعيش بها الإنسان واللي ما يمكن يعيش من دونها هي الهواء والماء والغذاء واللباس والمسكن، هي هاي الحاجات الأساسية، وهذا المعنى تضمنته الآية. أشياء خلينا نشوف شنو. أولا تقول ألم نجعل، كأنه هنا بمعنى نخلق، نجعل عبارة عن جعل التكويني يعني الخلق، وهذا الخلق أيضا أو الجعل التكويني إلى قسمين، أكو بسيط ومركب. هذا مركب يعني هم خلق الأرض وهم اعطاها خاصية. شنو هاي الخاصية؟ كفات. الكفت شنو هو؟ الكفت الجمع، جمع. تقول كفت شيء جمعته لميته، يعني الكف هو عبارة عن الجمع. طيب ألم نجعل الأرض كفات؟ أولا بها إشارة واضحة إلى وضع قابلية بالأرض لأن تحفظ ما عليها وما داخلها، وهو الجاذبية، نفس الجاذبية التي وضعها الله عز وجل. وإلا بدون الجاذبية ما يمكن الإنسان ما يقدر يعيش. بدون الجاذبية هذه القوة الطاردة عن المركز تطرد الإنسان، الدبة بالفضاء. كانوا أكو عندنا القوة يسموها الفيزيائيين الانتبادية،
الآن أقربها إليك، لما تحفر الجسم أسطواني تفره بسرعة وذب عليه حبوب، الحبوب تطلع لي برا ما تجي للقطب للمركز ماله. هي أكو قوة طاردة تطرد عن المركز، هذه القوة في داخل كل جسم أكو تعادل بينها وبين القوة الجاذبة. لو ما القوة الجاذبة ما يقدر إنسان يعيش على سطح الكرة الأرضية، لأن الأرض تفتر بسرعة ولولا ذلك تنبذنا بالفضاء، لكن وضع الله فيها الجاذبية حتى تحفظنا على ظاهرها، الأشياء الموجودة على ظهرها بتعادل هاتين القوتين. هاي ناحية. ناحية ثانية الكف، قلت لك الجمع، ألم نجعل الأرض كفات. هنا الكفت هو عبارة عن الجمع. شو استفادوا الفقهاء من هالمقطع؟ استفادوا من هذا المقطع حكمين. الحكم الأول وجوب مواراة الإنسان من بعد موته. الإنسان من بعد موته لازم يوارى، خليه بالتراب، وإلا إذا ما خليته بالتراب بنفس الوقت راح تترتب آثار مؤلمة على بقاء خارج التراب. يعني عبارة عن الدفن. فقهاء يفهمون من هذا المقطع وجوب مواراة الإنسان وأبعاضه، مو بس الإنسان، الإنسان وأبعاضه. يعني تفرض واحد لا سمح الله سوى له عملية اقتضى أن يقطع منه إصبع أو يد، هذا أيضا لازم يندفن. نعم، حتى الأظفار، هاي الأظفار لما يقصها الإنسان من جملة ما يشار إليه أنه ضرورة دفنها. طيب، الإنسان وأبعاض الإنسان الله عز وجل أمرنا بأن نواريه، بأن نغطيه عن الأعين. ليش؟ ليش؟ لأنه هذه التربة وضع الله عز وجل فيها خواص هذا الإنسان اللي يموت، جميع ما عنده من حيوانات أو ميكروبات أو فيروسات كلها تأكلها شنو؟ تأكلها التربة، لأن التربة بيها ملايين من البكتيريا، هاي تقضي عليها. اش تجمع هاي القضية؟ تجمع شيئين. الشيء الأول أن تخلصنا من الأمراض اللي يمكن أن تكون عند هذا، والشيء الثاني أنه ما تفجعنا في أنفسنا. شلون؟ يعني الآن أنت ملاحظ أنا بعض الناس قشاك هذول يموت عند الميت يجيبه يحرقه. نعم، حط له أوقد لنار غريب، فلدت كبدة ابنة عزيزة يموت، أو أخوه أو أبوه، قشوة واي قشوة. هذا قبل ساعة أنت تتنشق رائحته، بعد ساعة لازم أشيل الدبة بالنار حرقه. يعني هو صح يقول لك أنا بدافع القضاء على ما عنده من أمراض أو جراثيم، صح، لكن هاي قشوة. ما هذا القضاء يكون بأن تودعه بالتراب، الأرض أمه، هي ولدت وبعدين يعود إليها هي تحتضنه. أما أنت تجي تستعمل هالقشوة، هاللون من الشميها الشدة، أو بالأحرى اللون من البعد عن الذوق الإنساني، المزاج الإنساني. إنسان هذا العزيز ينشال ينذب بالنار، هاي متلة. نعم، ومثل مرعبة أن ينشال ويندب بالنار، شيء ما يقر الإسلام بحال من الأحوال. أش قد يقول لي واحد أنتو شهنا متاريخكم أي شكل كسرتوا، ملزمتوا زيد وحرقتوا بالنار، ولزمتوا فلان وحرقتوا بالنار، متاريخكم، ومن اللي حرقوا؟ حرقوا خلفاءكم ومو ناس عاديين. نعم، اللي شموهم خلفاء. خلاص انت اخي لا تحسب واحد منحرف تحسب على الاسلام، شنو ذنب الاسلام؟ ارجوك، يعني الان احنا نؤمن بمؤسسة اسمها هيئة الامم المتحدة. هيئة الامم المتحدة لما نجي الى منهاجها الى موادها نلقاها مواد انسانية، تأمر لا يشترق انسان ولا يعذب ولا يعامل بقسوة، لكل احد الحق في الحياة والحرية والامن، تلقى موادها وبنودها بنود إنسانية. إيش التطبيق؟ وشنو ذنب القانون؟ التطبيق تطبيق الناس، الناس يجون ما يطبقون هالمعاني هذه،
يجي الانسان يشترق ويعذب ويعامل بقسوة ويمرون على المجرم بس لان عندهم عند مصلحة ما يحركون توبه ابدا ما لهم شغل فيه. ها لان اكو مصلحة شيل شغل انا بيك خلي موت الناس كلها المهم خلي حقق لي مصلحتي. ها فمو ذنب القانون هذا ذنب المطبقين. كذلك انت لما تقول لي انه انتم قد تصير عندكم حالات شاذة من هالنوع احراق بالنار او مثل هذه مو من خلق الاسلام ولا من منهج الاسلام. اما واحد يجي يتسمى بالاسلام شنو ذنب الاسلام نبالي. فاذا الكف افتهموا منا الفقهاء وجوب مواراة الميت ان هذا الميت يوارى يدفن لانه لا تبقى الفاجعة امام عينك انت تشوف هذا يذوي قدام عينك هالوجه اللي كنت تتشممه وتتشوف اليه تاخذ تودعه بالتراب حتى يواري التراب عنك يبعد عن عينك وشوية هالفورة هو هم انا اكد لك يومين ثلاثة ينشأ ما خلاص صحيح اول الامر اكو لحظات انفعال ويجيبوه الى القبر وهم في حالة انفعال لكن شوية اطيهم في الاسبوع خلاص ها تجيد بلا ان كل يوم وليلة وتنشى كما تجفى وانت حبيب هاي النتيجة هذا الواقع. هذا الشيء الاول الحكم الاول اللي فهموه الفقهاء. الحكم الثاني اللي فهموا الفقهاء شنو ألم نجعل الأرض كفاتا أن كان أي نقطة أن واحد يعتدي على ميت بعد وفاته يشرق كفنا احنا طبعا عندنا القطع اليد على الشارق الحكم اللي نقيمه على الشارق ونقطع يده بشروط. الشرط الأول أن يأخذ من حرز يعني يأخذ من شيء حرز ما خاص بصاحبه اما صندوق صاحبه او افرض اناء هذا اناء خاص اللي يخصه ما يفتح غيره اذا اجى سرق من عنده وحده ونصاب السرقة يكون يتحقق يعني المبلغ شقد الكفن يتحقق به هالمعنيين. المعنى الاول انه يشوى اكثر من ربع دينار مثلا والمعنى الآخر أن بحرج لأن القابر يخص صاحبه حرمة المؤمن ميت كحرمته حي ولذلك يمنع وينهى عن الجلوس على المقابر يعني أن يجي واحد يتربع ويقعد على القبر أو يمشي يطأ بنعله يبتعد قدر الإمكان إلا في حالات خاصة لأن هذا إلى حرمة مثل ما كان بالحياة إلى حرمة بعد الممات إلى حرمة تتيجي إلى مثلا وتتمشى على هالعين وهالوجه وهالجبهة اللي كنت تراها إذن الكف هو الحرز وهذا إذا أخذ من القابر تقطع يده هذا الحكم يقيمه الفقهاء. طيب دخلنا نرجع شوية بالأول إلى تبيان الحاجات الأساسية ثم نستمر في مضامين الآية إن شاء الله. الحاجات الأساسية قلنا للإنسان هواء يحتاج أن يشتم الهواء ما يقدر يعيش بدون هواء لحظات فالله عز وجل غلف لها الأرض اللي جعلها وكونها غلفها إلى بغلاف غازي شكد يبلغها 500 ميل أكثر أقل تختلف التقديرات هذا الغلاف يضمن لوجود الهواء اللي يتنفسه وبنفس الوقت وضع للمواد الأساسية بها الغلاف يعني انت تشوف ايش قد تزود الكرة الأرضية يوم من الأيام كانت الكرة الأرضية أفرض بها حفنة من الناس الآن بها مليارات من الناس مع ذلك نسبة الأكسجين ما تزود ولا تنقص موجود شنو من وراءها على رسلها الشكل ها لان هذا الاكسجين ده يستهلك الانسان من يتنفس يستهلك من عنده يحرقه. طيب ليش هالنسوة محفوظة يوم كانوا الناس مثلا كلهم افرض 10,000
الآن مليارات، ومع ذلك النسبة ذيك ما تنقص. شي دل هذا يدل على ماذا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، شيء منظم خاضع لمعادلة. طيب إذن أول شيء الهواء، الله سلب ملكية الهواء، ما خلى الهواء يملك، سلب ملكيته، لأن بعض الظالمين لو كان الهواء يملك يمكن يمنع الهواء عن الناس، ما يقدرون. وحقك أكو عندنا نفوس بالكرة الأرضية، يعني لو تتمكن تمنع الهواء من الناس تمنعه، يعني ما تتصور أنت أكو ناس عندهم تقول هالشكل لهالدرجة، أكو الناس مثلا يصل الأمر بهم وإلى هالحالة إلى هذا اللون، نعم اللون وزيادة. فالله عز وجل سلب ملكية الهواء وحدة، ثم من بعد الهواء يحتاج الإنسان الماء، وسيأتينا إن شاء الله، لأن الآيات كفلت بتقرير العباد بنعم الله. ثم من بعد الهواء والماء يريد الإنسان، يريد طعام، ما يستغني عن الطعام. الله عز وجل وضع لها الخزين من الطاقات في داخل الأرض، اطلب الرزق في خبايا الأرض، وضع لها خزين من الطاقات داخل الأرض. وشلون خزين؟ يعني انت يجي هذا الفلاح البسيط اللي يشيل الحبة يذبها، يأخذ بدال الحبة آلاف الحبات، الحبة تأخذ شتلة عدة سنابل، يعني تطي طاقات مضاعفة أضعاف. ووضع له إلى جانب هذا كل الآليات اللي تحضر له طعامه، وبعد وضع له إلى جانب ذلك كله القدرة على استخدام الأرض واستعمار الأرض وأخذ حاجاته من عندها. طيب الغذاء والكساء أيضا من الأرض، من التراب، من النبات، نبه لي، ومن باطن الأرض كل من. وبعدين وضع المسكن على الأرض، المسكن قطعة من الدار، وأن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى، ما تظل بالفضاء، لأن الإنسان يحتاج إلى جدران تلم أعين الناس عنه، لأن يرتاح نفسيا بأن بمعزل عن ببعد عن أعين الناس. إذن الآية إجت تذكر بالحاجات الأساسية هاي اللي ذكرتها لك اللي لا يستغني عنها الإنسان. خلنا نرجع للآية. ألم نجعل الأرض كفات، لأن الأرض كفات، لذلك احنا نرى ان هذه الارض حرص الاسلام على ان يوزعها توزيعا يتناسب مع اهميتها. نبه لي شلون؟ ترى احنا عندنا نظرية توزيع الارض خاضعة الى نظرية العدل. شلون؟ شوي خل اقرب لك المعنى. يعني تفرض الآن أكو عندنا بلد أكو بي سكان، إذا أريد نقسم السكان على معدل مساحة الأرض يطلع يلحق الكيلو متر مثلا 2 أو 1، أو أكو بعضهم لا والله يلحق 1 10 كيلومترات مربعة، 1 يلحق 100 كيلومتر مربع مثل بعض القارات الكبيرة. طيب هنا لما نريد نوزع الأرض للزراعة وللصناعة، هذا المكان اللي يلحق الإنسان به 100 كيلومتر مربع للفرد الواحد، هذا إذا ردت أطيه أنا 50 كيلومتر مربع ما يعتبر إشراف ولا يعتبر خروج عن العدل. لكن المكان اللي الأرض به يلحق الفرد، أفرض كل 10 يلحقهم 1 كيلومتر مربع، ما يمكن انا اجي اطي 1 100 كيلومتر وواحد اخليه ما عنده شبر من القاع يقعد عليه. نبالي شوي زين، هذا خلاف العدل، هذا وضع للشيء في غير موضعه. ولذلك تلقى فقهاء المسلمين بالنسبة الى توزيع الارض، اذا ارادوا يوزعون الارض التوزيع عندهم يخضع الى نظام غاية بالدقة جدا. شلون اخواني؟ شوي اريد لي منكم قومه وقعده، تعالوا شوي لهنا. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعالوا لي لهنا شوي، الدنيا حاره برا، تفضلوا هنا.
إذا هذا المعنى يجب أن يكون مراعى، وهو وضع الشيء في موضعه العدل، أن التوزيع يجب أن يتم بالعدل، توزيع يجب أن يتم بالعدل. ولهذا لاحظ أن نظام الفقهاء المسلمين يعني ما استفادوه من الأدلة ومن النصوص غاية بالدقة في توزيع الأرض، أن هذه الأرض يتم توزيعها بقانون العدل، لأنها ما في شيء أعز من عدها. وسيلة الإنتاج الأولى الأرض، لا يوجد شيء أعز منها. الأرض تتصور لما تشوف حرص الإسلام في التعامل مع الأرض، تعرف شلون الأرض إلها موقع وين في نفوس أصحابها وفي نفوس أهلها. يعني الإنسان بالنسبة إلى أرضه مشدود إليها شد لا سبيل إلى تصويره. وأهم شيء في توزيع الأرض الاستفادة منها بالنبات، الاستفادة من عدها بالنبات، لأن النبات يحقق الغذاء والإنسان يريد غذاء بصورة مستمرة. فالاستفادة من نبات الأرض يعتبر من أول مهمات التربة. ولهذا مو قوترة أو تتصور صدفة لما ترجع إلى تاريخ أئمتنا تلقى أكو عندهم حرص على استثمار الأرض. يعني خلي أضرب لك مثلا، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان غالبا يشوفوه يأخذ مشحاته يتعبطها ويطلع بيده فاس. يقول أبو رافع اتبعت يوم من الأيام جاء وبيده هذا الفاس، شمر عن ذراعيه وبدأ يضرب بالأرض إلى أن استنبط عين ماء كأنها عنق جزور. نعم هذه وبدأ. لا بأس لا بأس. بدأ عند ذاك يصلح الأرض ويغرس فيها، وهذا كان دأب إذا فرغ من الغرس يعني استصلح الأرض وغرسها ملكها بالإحياء. احنا عندنا يملكها الإنسان الأرض اللي ما عليها ملكية سابقة، كما نسميها أرض أفرض أميرية في اصطلاحنا. هذه الأرض تملك بيش بالإحياء، وإيش وقت يأخذها الإنسان؟ يطول مهلة 3 سنين، قدر يحييها قدر، ماكو تأخذ من عنده تنعطى إلى واحد غيره، ولين يجي واحد يأخذ له قطعة من الأرض كبيرة ويجمدها والناس جوعانة تريد طعام، لا ما يتركوها بيدا. لا يعني إذا كو إصلاح زراعي جذور الأولى في التاريخ الإسلامي. المهم تأخذ الأرض توزع حتى يستفاد منها بالنبات، تملك بالإحياء. إذا ملكت بالإحياء فبعد ذلك أكو تفاصيل للفقهاء طويلة، إيش كثر يقدر يحيي منها؟ يحيي منها بالواسطة لو بصورة مباشرة. قلت لك هذا يخضع إلى قانون العدل، لأن عندنا واحد من فقهائنا أو أكثر من واحد يقول ما يملك الإنسان من الأرض إلا ما يحييه بصورة مباشرة. شلون يعني؟ يفتهم من الدليل أن معنى الإحياء يعني مو القدرة على الإحياء بغير إيده. مو أكو واحد يقدر يحيي له 100,000 دونم، عنده أموال طائلة يشتري تراكتورات ويهيئ فلاحين مثلا ويعطيهم أموال ويقدر يحيي كمية من الأرض هائلة، لكن يصير إحيائها على حساب الباقين؟ لا، يقول هذا ما يسمح له بهكذا. ما يحييه بنفسه، اللي هو بنفسه يقدر على إحياء أشقد 30-40 دونم يعطى. هذا المعنى. نبهلي المسألة خاضعة لها النقطة اللي أشرت لك إلها، قانون العدل. طيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله كان إلى ولع بإحياء الأرض، أعتق من كد يده 1,000 مملوك، كان يزرع وتكمل هاي الأرض، وإذا كملت وزرعها وغرسها ونمت يبيعها ويشتري بثمنها عبيد يعتقهم لوجه الله. وين أكو مولع؟ هو الواقع هذا الرجل مولع بالحرية قولا وفعلا. وين أكو مكان يمكن أن يوجد فيه عبد يشتريه؟ حرره.
لأن يكره العبودية بكل أقسامها. كان يقول: لا تجعل نفسك عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. حاول، ها، انت عندك طاقات تدعوك للتحرر، لا تخليك تصير عبد، لانك انت اذا وضعت نفسك بنفسك في الرق وفي العبودية انت ظلمت نفسك، والله قد جعلك حرا. الله عز وجل رباك وجعلك حرا. زين، لشدة حرص علي بن ابي طالب على الشجرة وتنمية الشجرة، منحه الله عز وجل من جملة ما منح انطى جزاء شجرة انفرد بها عن غيره. انا الواقع كنت لما امر بهاي الرواية كنت اتصور ان هاي الرواية موجودة في كتبنا فقط، ان طوبة، الروايات تروي ان شجرة طوبة يقولون شجرة اصلها في بيت علي بن ابي طالب، وما من بيت من بيوت الجنة الا وفيه غصن من اغصانها. الرواية تعطي دلالة. الواقع كنت اتصور ان هذه الرواية مروية عندنا فقط، لا، شفت لا، اكثر من مصدر عند المذاهب الاسلامية يرويها، ومنهم يرويها القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى: طوبى لهم وحسن مآب، في تفسير هذه الآية طوبى لهم وحسن مآب، يذكر ان هذه الشجرة اصلها في دار علي بن ابي، ويسندها الى حديث النبوي، يقول: وما من بيت من بيوت الجنة إلا وفيه غصن من أغصانها. والحقيقة أن هالمجموعة اللي نسميهم أهل البيت هذول شجرة علم ومعرفة ورحمة وعطاء، مو إلا شجرة مادية. هذول ما من بيت من بيوتنا إلا ويظلله شنو؟ عطاء من عطائهم، كلهم عطاء، عطاء تربوي، عطاء اخلاقي، عطاء ديني، عطاء انساني. انت دول ادرسهم وحقك. في بعض الناس اذا الدرس هو اكبر من الدنيا، اكبر من الدنيا، شوف هاي الدنيا الكبيرة الواسعة، اذا الدرس هو اكبر منها لان يحمل نفسية اكبر منها. وبعضهم والله اذا الدرس تشوف نفسيته اضيق من سم الخياط. هؤلاء الله عز وجل منحهم الروح الكريمة العالية، الروح الرائعة. طيب، فالله عز وجل عوض علي بن أبي طالب، عوض عن ذلك الجهد الذي شكبه على الأرض واستنبت فيه النبات، أن أعطاه مكانة وسلطة على الأرض ووضع لها الشجرة النبتة اللي هي رمز لتكريمه من السماء. في الآية تقول: ألم نجعل الأرض كفاتا، هذه الآية الأولى. ثم قالت: أحياء وأمواتا. طيب، شنو معنى أحياء وأموات؟ يعني هاي الأحياء والأموات المن تعود هالصفة هاي او هالحال، المن يعود؟ هل يعود الى الارض ام يعود الى الانسان اللي على الارض؟ اكو رأيين. الرأي الاول يقول ان معنى قوله تعالى احياء واماتا يعني الارض قسمين، قسم ميتة. شلون ميتة؟ يعني مو مال زراعة، يعني بتعبير اخر يريد الفقه الاسلامي يقننن، يقول الارض اللي يمكن تستفيدون منها بالزراعة لا تشغلوها الزحفون عليها، تشغلوها ببناء البيوت، لا، هاي خلوها للزراعة، يعني بتعبير آخر لا تخربون البيئة، الزراعة خلوها تأخذ طريقها، وخلوا الزراعة تكفي الناس، وخلوا الأرض المعدة للزراعة تخلي البيئة صالحة للسكنة وللتنفس وللجلوس. إذا زحفتوا عليها، راح تغيرون البيئة، تعتدون. الله استعمركم بالأرض
ما قالكم خربوها، احنا الان جاي نخربها، وحقك الان يعني هاي جاي ندفع الان ضريبة شنو التقدم العلمي، هاي الصناعات مو تقدمت الان، لوثت لنا البحار، لوثت الانهار، لوثت البيئة، هل المنتجات الثانوية والألعن من هذا الان هالظالمين جاي يفترون هاي النفايات النووية، يلقونهم وين ماكو شعب ضعيف يدفنوها بأرضها، وهاي تدمر الصحة العامة وتدمر الطعام وتدمر الأرض، وتبقى الإنسان إذا ما بيها أخلاق تبقى الأرض غابة يأكل فيها القوي والضعيف. نعم، وإلا الله عز وجل استعمرنا في الأرض وأمرنا بإصلاحها، فيقول أحياء وأموات، يعني بالنسبة للأرض أرض قشمين، قشم منتظر تصير به حياة، هد عليه الماء وشوفه راح ينبت ويعطيك عطاء جيد، هذه لا تعتدي عليها، خليها للنبات للزراعة، وقسم لا والله أرض ميتة ما يمها ماء يمكن أن يستفاد به، هي شبخة مو قابلة للزراعة، هاي خليها للبناء، ابني على هاي، والمكان الأزرق الأرض الخضراء لا تزحف عليها، لا تزحف على الأرض الخضراء، خلي الأرض الخضراء للناس يعيشون عليها. ها؟ أحياناً الآن أكو قسم من الأرض أرض نسميها حية، وقسم من الأرض أرض نسميها ميتة. يقول الله عز وجل جعل لكم الأرض تجمعكم بقسمها الميت وبقسمها الحي. ها؟ وقسمها الميت مو بس للسكن وانت عدل، لا، للسكن حتى من بعد الموت، لان انت قضيتك ما راح توقف عدل وانت عدل، لا، انت وانت عدل تريد لك غرفة تنام بها، وانت ميت ما تريد لك مكان تنام بيه. مو يقول احد الادباء امطري لؤلؤا جبال شرنديد وفيضي آبار تكرود تبرى همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا ما طولني أنا عدل أريد لي فد مكان أقعد بي وأكل وإذا متت أيضا أريد لي مكان أوارى بي ها؟ لازم أوضع بي. طيب إذن أحياء وأموات، الله عز وجل جعل الأرض للإنسان، الميت منها يستفيد منها بالسكن وبالقبر، والحي يستفيد منها بالزراعة للحياة للأحياء. هذا رأي، الرأي الآخر لا، أن معنى قوله تعالى أحياء وأمواتا هاي يعود للناس مو يعود للأرض، يعني الله عز وجل جعل لكم الأرض للأحياء منكم وللأموات. كيف يعني للأحياء منا وللأموات؟ هنا أكو معنى شوية تنبه لزين، معنى هواية جميل وإن كان بعيد عن التبادر للذهن، كأنه أكو واحد يملك الأرض وهو ميت. شلون ميت؟ يعني هاي الأرض اللي يملكها ما يعرف يستفيد من عدها، لا يعرف يستفيد منها بالزراعة، يعني صور الآن فلاح بدائي يقدر يحصل له من الدونم مثلا فد 200 كيلو افرض حبوب، هذا لو يحسن الهندسة الوراثية مثلا، يحسن الهندسة الوراثية وتطوير النبات يمكن يأخذ من الدونم 100 طن. نتنبه لجين، طبعا هذا غير هذا، هذا استثمر الأرض بشكل وهذا استثمرها بشكل آخر، هذا حي، هذا حي. وأكو واحد لا والله يملك الأرض هو ميت، واحد يملك الأرض أكو في داخلها معدن بس ما يقدر هذا المعدن يطلعه ويستفيد من عنده، يجي واحد يطلعه ويستفيد من عنده ويلعب شو ما يريد. ها؟ طبعا ما في شكل، لأن هذا هذا حي بيده العلم، ولما كان بيد العلم مقتضى القاعدة تبعا للعلم اللي يملكه هذا حي يستفيد من الأرض وهو حي. فمعنى أحياء وأموات يعني بتعبير آخر أحسن الاستفادة من الثروة التي يعطيها الله عز وجل لكم، يعني انت ربي ابنك، ها،
وربي نفسك. أما النعمة اللي الله اعطاك إياها حاول أن تستفيد منها إلى أبعد حدود الاستفادة، ولا تخلي غيرك نعم يأخذها. وما أعتقد أكو عبارة أبلغ في الحفاظ على الحرية والحرص على الثروات العامة من هذه العبارة. نبه لي شوي زين. هاي نقطة، أحياء وأمواتا. أحياء يعني إنسان يملك وهو يقظ، واحد يملك وهو ميت، ميت الإدراك، ميت المعارف، وأكلا والله نحملها على ظاهرها. أحياء وأمواتا، أنت وانت عدل تمشي على ظهر الأرض، ولكن وأنت ميت بطن الأرض يحتويك، يلمك بطن الأرض وين في داخلها. يعني هذا المصير اللي راح نروح إلى شئنا أم أبينا، والمصير اللي يهون الخطب شوية، اللي يهون الخطب أن هذا المصير للجسد مو للروح. وإلا لو يكون هذا مصير الروح، الدنيا تتحول إلى حسرة. أرجوك، هاي الدنيا بيها الآن نعيم، بيها مخترعات، بيها وسائل حضارية، بيها خير، بيها أشياء كثيرة. إذا كان الإنسان من بعد ما يموت هو عبارة عن روح توضع بالتراب وخلصت الحكاية، يعني الحسرة تعظم على الإنسان، جدا تعظم. وبالعكس إذا عرف أن لا والله من راح يطلع من هالدنيا ما راح يموت، الجسم يرجع لمكانه للتراب اللي طلع منه، لكن الروح تبقى حية خالدة مرفرفة. فعلا هذا هو فعلا. ولذلك أنت توقف تزور الحسين سلام الله عليه مثلا، شو تقول له؟ أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. طبعا يقوى هو، لكنه لا يؤذن له بالكلام. اذا في واقع الامر اللي يهون الخطب شعورنا بان اللي راح يروح للتراب ترى الجسم راح يتحول الى ابعاض من التراب، اما الروح لا، ستبقى خالدة. هاي معنى قوله تبارك وتعالى احياء واموات. الله جعل لكم الارض اما رؤوم، يعني حضنها يضمكم بالحياة يغذيكم، وبعد الممات يشتركم أحياء وأمواتا. بعد وجعلنا فيها بعد شنو الجعل الثاني؟ رواشي شامخات، يعني عبارة عن الجبال. هاي شنو الرواشي الشامخات؟ شنو المراد بها؟ المراد أن الله عز وجل بالوقت اللي كفلنا الغذاء أراد أيضا أن يكفلنا السعادة، لأن الإنسان إذا أكل شكل واحد يمل من عنده، إذا نعمة وحدة يمل من عندها، أما إذا لا والله تنوعت النعم عنده بطبيعة الحال راح تطرد عنا الملل. أنت ملاحظ شلون السماء جيت بارينا، شلون جيت دللنا؟ اولا تعطيك وقت منوع، الصبح الى منظر، الضحى الى منظر، العصر الاصيل الى منظر، الليل ونجومه الى منظر، منوع الوقت منوع. تيجي مثلا الى طعوم الفواكه، طعوم الخضر كلها منوعة، تأمل اللحوم منوعة. تيجي من جملتها يعني من جملة ما أعطانا الله عز وجل فيها، أعطانا التنويع في كل شيء حتى لا يعترينا ملل. من جملة التنويع شنو؟ هاي الجبال، النبات اللي بيها غير النبات اللي بالشهل، النبات الجبلي غير النبات الشهلي. الآن أكو أشجار بالجبل تحمل لون من الطعام غير الأشجار اللي بالشهل. الشهل إلى نبات والجبل إلى نبات. شنو الغرض من هذا؟ الغرض حتى هذا اللي نسميه بني آدم يرضى عن الله عز وجل، مو راضي عن الله، وهالنعام اللي بين يديه، وياهم يا ريت يعني يا ريت يعترف بقصوره.
لا، يقول له الله عز وجل لموسى: يا موسى إن لي ولعبادي لشأن أخلقهم ويعبد غيري وأرزقهم ويشكر غيري. رزقه، ويقول أنا شنو من يقول رزقني هذا؟ تعبي هذا كدي. يقول له: أنت مو تشوف فلان عبقري قدام عينك من الصبح يطلع إلى الليل ما يحصل له درهم، وتشوف فلان واحد أصلا ما يعقل أي طرفيه أطول، يحير منين تيجي ليه الفلوس؟ مسألة الرزق ما لها علاقة بعبقرية ولا لها علاقة بذكاء. مسألة الرزق مسألة تخضع لحسابات أخرى، ما لها دخل بالحسابات اللي نعرفها. فأنت ما يرزقك الله عز وجل ليش نسبة لغير الله؟ مو أكو أحيانا نسبة إلى نفسه، يقول لك والله أنا تعبت وربيت ودبيت عرقي، تمام كله صحيح هذا، لكن أنت مجرد سبب طبيعي، اللي خلق هو الله، اللي زرع هو الله عز وجل، هيأ لك هالخير شكره، اعترف بعطاء الله عليك. أرزقهم ويشكر غيري وأخلقهم ويعبد غيري. هو ينسب الرزق لمن؟ ينسب الرزق إلى العباد، ما ينسب الرزق إلى البشر مثل المفتقر. بس هو ما يحسب حساب أن هاي القدرة على الحركة اللي هو جاي يستخدمها في الحصول على الرزق، منين لك القدرة على هالحركة؟ يعني أنت ما تشوف قدام عينك أكو بعض الناس يريد يشيل رجله ما يقدر، مصيب مبتلى، يريد يشيل رجله ما يقدر، يريد يتحرك ما يقدر، بعضهم يريد يمشي ما يشوف، مسلوب منه نور بصره. اللي منحك الطاقة النعم بأجمعها هاي مو مدعاة لأن تشكره، مو مدعاة لأن تعرف أن الله هو الواهب المنعم. أصول الأشياء وضعها عندك. في الباري عز وجل يقول: جعلنا فيها رواسي شامخات. هسه نظرية الجبال ليش وضعت بالأرض؟ شنو هي مثلا؟ إلى الآن أنا ما شفت فرد تعليل يعني ناهض، قد بعض المفسرين يعللها يقول لتعديل حركات الأرض، كأنه أشبه شيء بالدفة مال السفينة اللي تعدل حركات السفينة بالبحر، هاي الجبال كذلك تعدل حركاتها بالجو. إيه رأي هذا لبعض شنو يساعد عليه العلم هذا أو ما يساعد عليه العلم؟ ما أعرف، لأنه ما أطلع عن حدود اختصاصي، ما أقدر يعني ما العلماء شي يقولون في مثل هاي الحالة. لكن قطعا أكو أشياء نعرفها عن الجبال، نعرف أن الجبال هي عبارة عن نوع من الانتفاخ في قشرة الأرض، وتحت راح يكون أكو منفذ ينجي من عند الماء الساخن أو الماء البارد. بنفس الوقت الجبل راح ينوعنا النبات، راح ينوعنا المناخ، راح ينوعنا الأرض، هذا كله نعرفه. أما الحكمة وراء ذلك شنو؟ علينا أن ندعن أن الخالق حكيم. نعم، وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني جبال عالية بعد، وأسقيناكم ماء فراتا. طيب الماء الفرات شو يعني؟ أسقيناكم ماء فراتا يعني الماء العذب، نبه لي، الفرات العذب. أما أصبح يطلق على هالنهر من باب أن أحد المصادق أو أبرز مصادق هذا المفهوم هالنهر هذا، وإلا الفرات كل ماء عذب اسمه فرات، لكن هالنهر أطلق عليه لفظ الفرات لعذوبته. طيب عندنا روايات، وحتى من جملة من يذكر هالروايات القرطبي أيضا، قرطبي يقول: أربع أنهار من أنهار الجنة: شيحون وجيحون ودجلة والفرات، يعتبرها من أنهار الجنة. زين، شنو معنى من أنهار الجنة؟ يعني تنبع من أين؟ أو بعض الرواية يقول يقطر فيها في كل صباح من ماء الجنة، مهما يعني الأمور الغيبية ما بيها مسرح للفلسفة نتعبد بيها، يعني هيك روايات ما نقدر نفلسفها ونعللها،
كل ما عدنا نقول انها واردة هالرواية، ان هذا الماء ماء عذب وان من المياه المباركة. لكن احنا نعرف شيء، نعرف ان هذا النهر الفرات الى علاقة باهل البيت، الفرات الى علاقة متينة باهل البيت، لانه ورد في كثير من الروايات انه نهر يحبنا ونحبه. نبه لي، وارد عن ائمة اهل البيت اننا نحبه ويحبنا. وبعد عندنا الان في احكام المولود، لما مولود ينولد عندنا من الاحكام اللي نصون عليها فقهائنا ان يحنك بماء الفرات، يعني اول شيء توصل الى فمه للطفل قبل ان يأخذ من اللبن، توصل الى حنكه الى فمه قطرات من ماء الفرات، لان مبروك هذا النهر فيه بركة. وفي الساس شنو معنى نهر يحبنا ونعنى؟ ترى هاي العبارة إلها مدلول شوية، هالعبارة إلها مدلول وما حب أتوسع به لأنه قد يؤدي إلى وضع الإيد على بعض الدنابل. نعم، بس المهم أن هذا النهر كان أهل البيت يحبوه. جيد، احنا عندنا المياه تتفاضل والاراضي تتفاضل، والله جعل لنا الارض كفات لحياتنا ولوفاتنا واعطانا الماء، المياه تتفاضل والارض تتفاضل. خلي نشوف الليلة، احنا ما نزال بعدنا نعيش اجواء شهادة ابي الشهداء ابي عبد الله خلي نشوف شو اختار الله عز وجل لهذا الشهيد ولاصحابه الذين زارتهم عائلتهم ووارت رؤوسهم في هذا اليوم. خلينا نشوف ما اختار الله لهم. اختار الله لهم هالماء، هذا ماء الفرات واختار لهم تربة كربلاء، هاي التربة المقدسة الطاهرة التي عبر عنها الإمام الحسين: وخير لي مصرع أنا لاقي. المكان اللي راح اسرع به الله اختاره لي، جعل هذه التربة هذه التربة وهالنهر خلاها رمز يرتبط تماما. وين يرتبط؟ بأبي عبد الله الحسين بالفعل. ولذلك تلقى هاي التربة حرص الحسين على ان يوصل لها من اول يوم، من طلع خرج بأصحابه وإجى إلى أن وصل إلى هذا المكان يسألهم ما اسمها؟ قالوا للعقر، قال أعوذ بالله من العقر، ما اسمها ما اسمها؟ إلى أن قالوا له كربلاء. قالهم انزلوا، ها هنا محط رحالنا، هاي التربة اللي راح تقترن بيش، راح ترتبط بمشاعر شيعتي وأهلي، ترتبط بي وبتلك المشاعر. وفعلا الآن إذا أجى لفظ كربلاء رأسا يندفع إلى شنو؟ يندفع إلى ذهنك أو يتبادر إلى ذهنك معنى الشهادة والشموخ والبطولة. يا كربلاء يا عبير الجراح وجهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجبي، سيبقى الحسين شعاعا على أصيلك والشفق المذهب. فعلا التربة هذه اللي ضمت ماذا؟ ضمت هذه الأعضاء الكريمة. مو يقولون المسلمين بصورة عامة يقولون أن التربة التي ضمت جسد النبي أشرف بقاع الأرض، والحسين جزء من النبي، جزء من رسول الله بنص رسول الله: حسين مني وأنا من حسين. إذن التربة اللي ضمت الحسين ضمت جزءا من النبي، أخذتها الشرافة. وفي واقع الأمر إحنا إذا أقعدنا حرص على هذه التربة نريدها تعيد إلى أذهاننا معنى الشهادة وعنفوان الرجولة اللي مثله الحسين على كربلاء. اليوم مو عندنا رؤوس مقطعة، لا، عندنا أصوات تتعالى بالعزة والإباء، هاي التي وضعت بالتراب اللي اليوم أرجعت لأهلها
هاي الشي تعيد الى اذهاننا، تعيد الى اذهاننا ذلك الموقف المتمرد على الباطل بعد. واليوم شنو ماء الفرات واثنينهن واجهن الزوار اليوم، تربة كربلاء واجهت عائلة الحسين والفرات واجه عائلة الحسين. الفرات لما واجه عائلة الحسين اش خاطبه؟ خلي نسمع نشوف شي خاطبه زين العابدين. وقف عليه مر عليه اليوم، شاف الفرات يجري خنقته عبرته، قال الى الان الى الان تجري يا فرات، الى الان تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله عطشانا، يا من اذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع يهملا، مهما مررت على الفرات فقل لا بعدا لشاطك يا فرات، فمر لا تحلو فما كلا هني ولا مري. خلي الامام الشجاد واقف على الفرات ونجي نتبع خطوات زينب في طريقها الى قبر ابي عبد الله. وقفت على القبر ابن بحياة امك الزهرة قعد وحاشيني، خويا خل ساعة من ايامك ترد ليا وتسليني، وخل بس مال على شفافك تمسح دمع بعيني، والنسمة تمر لي اقلها يا مهلي روحي، خويا من اليسر رديت حرمة ولا عندي بعد نسبة نسوان تجري دموعها ويتام، انا اشف دموعهم بيدي ودمع بالقلب شجام، ولا مرت علي ذكراك وحقك تلك مجروحي، خويا انا خلي البلشي طول حتى اشبع من طيوفك، عليك تعودت عيني بكل ساعة تشوفك، شنه البصر يا ابن امي لا ترجع ولا عوفك. جالت على قبور اخوتها وين وضعت رأسها على قبر ابي عبد الله، لا تريد ان ترفع الرأس، تشم العبير تتشوف اخاها من وراء الرمل. اخويا من اليسر توني لفيتك اربعين ليالي لفارقك،
عليها وتهكر. تعب أن تقوم. أقبل إليها الإمام قال عم قومي. قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ المن أعود؟ أعود إلى ديار خالية. أترى يعود الليل زمان بقربكم. هيهات ما للقرب. وأنا شوية نتوجه إلى الله في هذه الليلة الكريمة، نتوجه بهمومنا وتطلعاتنا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 يا ربي بالدماء الطاهرات، يا ربي بمصارع آل محمد، ارحمنا وأهلنا يا الله. يا ربي فرج عنا. اللهم اقض حوائجنا، من على مرضانا بالعافية، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم الجميع ثواب الفاتحة.